انتفخ قلبي هالقد هنا قلت لأطلع لايف معش فيه. محطات البنزين يعني من هو اللي عم يزلق محطة البنزين؟ ما نحنا. أول شيء أنا كنت عم حاطة البنزين رانج روف الفيلار 963، ايش ما عرفتي شو هو بلش 963 قدامي قاعدة في وحداش في ضاربين بالدركسيان مندل أبيض مش أبيض هذا اللولو وبقلبه أزرق مثل حركات اللوي فيتو أزرق عشان بعرفني شو اسمه فيلار واقف لي ونيكا ضل صافي تقدم الرانج تقدم الرانج تقدم الرانج المدام لو وصلت لوين لو وصلت لحتى يحطوا الفرد ما بدهم يعبوا لها بنزين وصلت ليعبوا لها بنزين 11000 تك الفرد تكك عما يعميك يجيبك سطيح بحق محمد وقال بيت محمد 11000 سيئة رانج ب 107000 دولار كرمال 11000 تراكي امرأة جوعانة وشفت العز عكبر أكيد بتكوني عم تحضريني وعارفة حالك